مكملين معكم مشاهدينا، ولوصلنا لفقرتنا التالية لنحكي فيها عن أنشطة الهيئة السورية للكتاب التي تعتبر إحدى المؤسسات التي تعنى بالثقافة والأدب والفكر والمعرفة من خلال أنشطة ومعارضة أيضا. لنحكي أكثر عن هالموضوع بصيرنا نرحب بالدكتور نايف الياسين مدير الهيئة العامة السورية للكتاب. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، شكرا لكم وكل سنه وانتم سالمين. انت سالم دكتور، يسعد صباحك، ينعاد عليكم بكل الخير. وعليكم بكل الخير ان شاء الله. هيك كان 2023 حلو عليكم بالانشطه وكان عملتوا شيء جدي وفعال كان على الارض. اعتقد انه العام 23 كان عام مثمر بالنسبه للهيئه العامه السوريه للكتاب. تابعنا عملنا الذي يتمثل في نشر الكتاب الجاد المفيد المنوع بين كتب مؤلفة في مجال الرواية والشعر والدراسات النقدية والدراسات الفكرية والكتب المترجمة أيضا المنوعة أيضا في بين الروايات والدراسات النقدية والدراسات الفلسفية والاقتصادية والسياسية وفي مختلف المجالات وأيضا منشورات الطفل التي نركز عليها ونمنحها اهتماما خاصا لأن ثقافة الطفل أمر مهم ينبغي لكل الجهات المعنية بالثقافة أن توليه أهمية خاصة لأن ربما القراء الكبار لهم اهتمامات متنوعة ومختلفة ومنهم من يقرأ ومنهم من لا يقرأ كثيرا، لكن ثقافة الطفل أمر أساسي وتهم كل المعنيين وكل الأسر وكل أفراد المجتمع. دكتور خبرنا عن الجوائز اللي تم تقديمها من قبل الهيئة العامة السورية للكتاب لعام 2023. الهيئة العامة السورية للكتاب تقريبا كل سنة تعلن عن جوائز في مجال الرواية والترجمة والقصة القصيرة. العام الماضي على نحو خاص استحدثنا جائزة القصة القصيرة وجائزة القصيدة الموجهة للطفل، وهناك أيضا جوائز اللوحة الموجهة للطفل. فكان يعني المقدم لهذه الجوائز متفاوت وهذا أمر متوقع. فازت طبعا العمل الأفضل بمجال الرواية وفي مجال الترجمة وفي مجال القصيدة الموجهة للطفل، في مجال الشعر هناك أيضا جائزة عمر أبو ريشة للشعر. يعني نركز نحن على أن العمل الذي يحصل على جائزة ينبغي أن يكون فعلا عملا متميزا، يعني لا يعني بالضرورة أن يكون أفضل ما قدم في مجال معين. على سبيل المثال في مجال القصة القصيرة حجبت الجائزة لأن الأعمال المقدمة يعني إما لا ترقى إلى مستوى الجائزة أو أن فيها بعض المشاكل التي تمنع الهيئة من نشرها، يعني غير صالحة للنشر، وهذا مهم لأن العمل الذي يمنح الجائزة إضافة إلى منحه الجائزة تتعهد الهيئة بنشره سواء كان رواية أو عمل مترجم أو قصيدة أو قصة قصيرة. فإذا كان هناك ما يمنع من نشرها لأسباب فنية مثلا أو يعني هناك نقاط ضعف نقدية فيها، فنفضل أن تحجب الجائزة على أن تمنح لعمل إما لا يستحق الجائزة أو غير صالح للنشر في الهيئة. دكتور خلينا نروح لنحكي عن الخطة الوطنية للترجمة، هي حالة سنوية عندكم تشتغلوا عليها، خلينا نوضحها أكثر وشو هو الاتجاه الأهم بالنسبة لكم؟ أعتقد أنه وضع الخطة الوطنية للترجمة مهم لأن الترجمة في العالم العربي إجمالا تعاني من شيء من الفوضى وعدم التنسيق، يعني وتعتمد في كثير من الأحيان على جهود فردية، يعني شخص يترجم كتابا أو يرغب بترجمة كتاب فيعرضه على دور النشر، فإذا وجد الناشر أن
من المناسب نشر هذا الكتاب ينشره. بالواقع أعتقد أنه ينبغي لهذا العمل أن يكون أكثر تنسيقا، يعني أن يكون هناك اتجاه عام، توجه، يعني لا نترك الأمر للمترجمين المنفردين، هذا سأتحدث عنه لاحقا، بل أن يكون هناك اختيار للأعمال التي نعتقد أن بحاجة يستحسن أن يطلع عليها القارئ العربي، ولذلك تشكل لجنة أيضا تحضيرية للخطة الوطنية للترجمة. اللجنة تضم في عضويتها عددا من المختصين والأكاديميين من اللغات المختلفة، إنجليزية، فرنسية، روسية، فارسية، ألمانية، فنختار هذه الكتب التي نعتقد أنها صدرت عن دور نشر مهمة وحظيت باهتمام في الدول التي صدرت فيها، ويستحسن أن يطلع القارئ العربي عليها. فهذا أعتقد أنه جهد مهم، يعني لا يترك المجال فوضويا كما في بعض الجهات الأخرى. لكن رغم أننا نضع خطة وطنية للترجمة، لكن أيضا نتيح المجال للمترجمين الأفراد إذا كان لدى مترجم كتاب يعتقد أنه مهم يعرضه على الهيئة وتنظر الهيئة به. إذا كان الكتاب مهم ونشره يحقق قيمة مضافة، فإن الهيئة أيضا تنشره. يعني لا نقتصر على الخطة الوطنية للترجمة وحسب، بل أيضا نترك المجال مفتوحا للمترجمين الأفراد لكي يقدموا مساهماتهم. وأحيانا تقدم كتب غير ملحوظة في الخطة الوطنية للترجمة، لكن نجد أن من المهم نشرها، فأيضا الهيئة تنشرها. دكتور، كل عمل لابد ما يكون فيه من عوائق أو سلبيات ممكن أنه تعوق شغله أو تعطله في بعض الأوقات أو تأخره بين بعض الأعمال، مو أكيد عندكم من هي العوائق؟ تحكي لنا شوي عنه. لا شك، يعني العوائق كثيرة. بداية تحدثنا عن الخطة الوطنية للترجمة مثلا، ومشكلة أنه لا يوجد مثلا مترجمين في سوريا من بعض اللغات التي نرغب بالترجمة منها، مثل الصينية واليابانية مثلا، لأن هناك أعمال ربما تقدم رؤية مختلفة للعالم ورؤية مختلفة للأدب والفكر والفن، لكن للأسف ليس هناك مترجمين مختصين على درجة من الكفاءة في هذه اللغات. فأحيانا نضطر إلى الترجمة عن لغة يعني بديلة في هذه اللغات فقط. أما اللغات الإنجليزية والفرنسية والروسية مثلا، لدينا قاعدة أننا لا نترجم عن لغة وسيطة. فإذا كان العمل مكتوب باللغة الروسية يترجم عن اللغة الروسية، وليس مثلا كما كان يحدث سابقا أعمال روسية مثلا تترجم عن الفرنسية، لأن بالترجمة إجمالا يعني هناك شيء يضيع في الترجمة. فإذا ترجمت عن لغة وسيطة فإن هذا الفاقد يكون أكبر قليلا، فنسعى لأن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية. هذا فيما يتعلق بالترجمة. العقبات الأخرى ربما هي ضعف العائد المادي للمؤلفين والمترجمين، وهذا أمر أعتقد أن معظم المؤسسات تعاني منه. يعني نحن نرغب بأن يحصل الكاتب أو المترجم على تعويض مادي لائق ويعني يوازي الجهد الذي بذل في التأليف أو الترجمة، لكن هذه المسألة يعني ليست دائما في يدنا. نحن نسعى دائما إلى تحسين هذا العائد، والعامل في السنوات الماضية تم رفع تعريفة الترجمة والتأليف أكثر من مرة، وبجهود أيضا من السيدة وزيرة الثقافة كان في تجاوب، لكن هناك يعني ظرف عام أحيانا يتجاوز قدراتنا. هذا من الناحية المادية ومن ناحية عدم توفر المترجمين المؤهلين. هناك عوامل أخرى، لأن نحن ننشر الكتاب ونريد أن نوزع الكتاب، أن يصل الكتاب إلى
القارئ. فهذه أيضا هناك عوائق تتعلق بالأمور اللوجستية، من ربما مسألة الوقود، مسألة وجود الإمكانية توزيع الكتاب بالطريقة التي نرغب بها، بحيث يصل الكتاب الجيد إلى جميع أنحاء القطر. نحاول التغلب على هذه العوائق بقليل من الحلول المبتكرة، وننجح في كثير من الأحيان. يعني العام الماضي كان مستوى التوزيع أحسن بكثير من الأعوام السابقة، كما قلت يعني بشيء من تضافر الجهود بين الهيئة العامة السورية للكتاب ومديريات الثقافة في المحافظات، بحيث يكون هناك شيء من التعاون. يعني نتقاسم الهم، الأعباء. أكيد التعاون ضروري بمختلف المجالات. هذا مؤكد، هذا مؤكد. فهذه العقبات، كان لدينا عقبة مهمة هي عدم مشاركة الهيئة في المعارض العربية للكتاب. استطعنا التغلب عليها من خلال توكيل ناشر خاص يأخذ كتب الهيئة ويشارك فيها في المعارض العربية نيابة عن الهيئة. فهذا أمر جيد، يعني أن يصل الكتاب السوري إلى مختلف الدول العربية، ونجد من التغذية الراجعة التي نحصل عليها من خلال مشاركة الوكيل بأن الكتاب السوري مطلوب، مرغوب، الناس تنتظره. وأنا أتلقى رسائل كثيرة من قراء في جميع أنحاء العالم العربي تقول أنه صدر لديكم الكتاب معين، نحن ننتظر المعرض لكي نشتري هذا الكتاب. فنحن حريصون دائما على المحافظة على إرث وزارة الثقافة، لأنه مطبوعات وزارة الثقافة لها إرث ولها تاريخ، فنحن حريصون على البناء على هذا التراث والاستمرار في تقديم الكتاب الذي يتمتع بنوعية متميزة. طيب دكتور، ذكرت حضرتك المشاركة، ما فينا ما نضوي نحن اليوم على المعارض وأهميتها بالنسبة لكم، كان بالتأثير على الناس، إن كان بنشر عناوين جدا مهمة تستحق أن تصل للقارئ مثل ما ذكرت حضرتك. اليوم خلينا نرجع لل 2023، أهم المعارض اللي قمتم حضرتكم فيها. طبعا المعارض نجد أنها مهمة لأنها مناسبة يجدها كثيرون، ربما يعني مجرد زيارة معرض الكتاب نشاط ممكن أن تقوم به الأسرة، صحيح، أو يقوم بها أفراد من الأسرة، وتحظى هذه المعارض بإقبال. نحن بشكل أساسي نقوم بمعارض مثلا بمكتبة الأسد، في الكليات الجامعية أقمنا في العام الماضي معرضا في كليات الحقوق، معرض آخر في المدينة الجامعية، لدينا معرض دائم في كلية الآداب، في معرض الزهور. فهذه المعارض أكيد جيدة، وينبغي أيضا المحافظة على هذا التقليد، ولا سيما أن هذه المعارض أيضا فرصة لتقديم الكتاب بسعر مقبول جدا بالنسبة للمنشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، لأن كتابنا يباع دائما بحسم يصل إلى 50% في هذا الظرف. يعني تشجيع اليوم للناس كرمال تقرأ أكثر، لا شك في ذلك. وأنا أرى أحيانا وخصوصا الأعمال الموجهة للأطفال، يعني أرى مثلا بعض الأشخاص يشترون كميات كبيرة من الكتب بأسعار باتت جدا جدا مقبولة وتناسب يعني حتى أصحاب الدخول المحدودة. الناس كيف كان تفاعلها مع هي المعارض دكتور؟ التفاعل، يعني علي أن أقول أن التفاعل جيد. يعني هناك أحيانا بعض المتشائمين يعني يقولون أن الناس لا تقرأ، هناك إحجام عن القراءة. هذا جزئيا صحيح في بعض المجالات، لكن من منظورنا نحن نريد أن نعتقد أن إذا أنتجنا الكتاب الجيد فسيكون له قارئ، ولذلك نركز على النوعية.
يعني دائما الكتاب الجيد اعتقد انه سيجد قارئ. لانه دكتور اليوم انتم حضرتكم في تحدي اليوم بعصر الناس راحت للتكنولوجيا للسوشيال ميديا للوسائل الاسرع، فاليوم صارت مهمتكم كثير كبيره وصعبه جدا لتقدروا تثبتوا اهميه الكتاب بزمن والقراءه بزمن السوشيال ميديا والتكنولوجيا. اعتقد ان ينبغي ان نكون منفتحين على هذا المجال، يعني لا شك ان وسائل التواصل الاجتماعي باتت طاغية وعلينا أن نجد مدخلا إلى هذه الوسائل لإيصال كتابنا. ولذلك في هذا العام نحن كنا بدأنا بهذه العملية من العام الماضي، نحن لدينا موقع على الإنترنت للهيئة العامة السورية للكتاب، ويوجد عليه عدد من الكتب التي يمكن أن تحمل مجانا، وأيضا ننشر على الموقع المجلات الخاصة بالأطفال وأيضا يمكن تحميلها مجانا، وبالتالي يعني الطفل أو الأم أو الأب يمكن أن على الهاتف المحمول مواقع لنقل على مواقع التواصل الاجتماعي بإمكانه أن يحمل الكتاب أو المجلة وتقرأ على جهاز بدون الهاتف. بدون متعة دكتور، ولكن نعم بدون متعة غير القراءة الورقية لا شك أن للكتاب الورقي أهميته، والمجلة مهمة أيضا، ولذلك أيضا كما قلت في البداية نحن نركز على خصوصا الأعمال الموجهة للأطفال. هذا إرث أيضا، مثلا مجلة أسامة مجلة مهمة وعريقة يمكن جميعنا. أول مجلة بسوريا دكتور، بدي أسألك المجلة محتواها لساته محافظ على الشيء اللي بدت فيه أو صار في تطويرات وتعديلات عليه، وهل بيتم إشراك بعض الأطفال باقتراحاتهم بهي المجلات؟ أكيد أكيد، مستوى المجلة ممتاز ويكتب فيها عدد من خيرة الكتاب المتخصصين في هذا المجال الكتابة، وهو مجال صعب بالمناسبة. يعني الكتابة للأطفال عمل مهم ومسؤولية كبيرة، بده دقة كتير. يعني أنا مثلا كمدير عام لا أقرأ كل ما تنشر الهيئة، لا أستطيع قراءة كل ما ينشر، لكن فيما يتعلق بالأطفال لا، أنا حريص على أن أقرأ كل شيء قبل أن ينشر، لأن هذه مسؤولية كبيرة، فعلينا أن نحافظ على هذا المستوى وأن تصل المعلومة المفيدة والممتعة والمسلية، وأيضا تكون الرسوم مناسبة وذات نوعية جيدة، فهذا الأمر نحافظ عليه. وأيضا يتم من خلال المجلات والمنشورات الموجهة للطفل أيضا إدخال مسائل تربوية، مسائل أخلاقية، يعني ينبغي أن يتم إيصالها للأطفال، لأن هذا يعني يؤثر في رسالة دكتور هي بالنهاية عم تحاولوا توصلوها. نعم رسالة عم تحاولوا توصلوها. لا شك يعني في الأعمال الأدبية الموجهة للكبار ربما الجانب التربوي أو الأخلاقي ليس مهما، ربما الجانب الفني أكثر أهمية أو الفكري، لكن هنا ينبغي أن يكون هناك أيضا رسالة تربوية أخلاقية، ينبغي أن نكون حذرين جدا في الأعمال الموجهة للأطفال. ولذلك أعتقد أننا محظوظون بوجود كادر متميز في مجلة أسامة، في مجلة شامة، في الأعمال الموجهة لليافعة، في كل ما ينشر للطفل، وأعمال تلقى إقبالا كبيرا جدا، يعني خصوصا الأعمال الموجهة للطفل. نحن نقيم معرض مثلا، نرسل كمية من المواد من المطبوعات لا يرجع منها شيء، لا يعود منها شيء للهيئة، تؤخذ بالكامل. في نقاط جذب بتركزوا عليها بضمن مجلات الأطفال أنه هي النقاط بتجذب الأطفال بشكل أكبر؟ نحن يعني من سؤالك السابق، يعني الأطفال يشاركون، الأطفال لدينا مثلا منشورات يقوم طفل بكتابة قصة مثلا، صحيح، وطفل آخر بصير عندهم رغبة بالقراءة المجلة وقت انهم بيشاركوا. هذا مؤكد، هذا حافز. مؤكد يعني لا أنسى في إحدى المرات أتتني أسرة من محافظة اللاذقية، صدر عدد من مجلة شامة في صورة لبنت هذه الأسرة، ف يعني تجولوا على مكتبات دمشق لم يجدوا المجلة، فأتوا إلى الهيئة للحصول على نسخة. فنحن حريصون على هذا التواصل،
يعني ننشر مثلا صور الأطفال، أنشطة الأطفال، رغباتهم، أيضا منتجاتهم للداعية، نشارك في برامج تحدي القراءة مثلا باستضافة الأطفال وتقديم الهدايا من منشورات الطفل. وأيضا في هذا المجال السيدة وزيرة الثقافة مشكورة أيضا وافقت على إهداء أعمال من منشورات الهيئة لمديريات التربية مثلا لإغناء مكتبات المدارس، هذا إضافة إلى عمل المراكز الثقافية وما يوزع من خلالها. أيضا المدارس التابعة لوزارة التربية تطلب بعض الكتب فنقدمها مجانا. فيعني العمل مع الأطفال عمل مهم، يشارك أيضا مثلا طاقم تحرير مجلتي أسامة وشامة في الفعاليات التي تقيمها المراكز الثقافية من خلال إما تقديم محاضرات أو لقاءات مع الأطفال أو إقامة أنشطة تشجع الأطفال على القراءة والكتابة والإبداع. نحن بنتمنى لكم بدورنا، ونحن كإعلام اليوم أكيد اليوم مسؤولين معكم بهي النقطة بنشر ثقافة القراءة، وخاصة اليوم عند الأطفال. اليوم نحن قدام جيل في تحدي كتير كبير معه، فنضب صوتنا على صوتكم. نتمنى لكم كل التوفيق ونشوفكم هيك بال 2024 بإنجازات جدا مهمة. شكرا دكتور لحضورك اليوم، وتحياتنا لكل فريق العمل. شكرا لك دكتور نايف الياسين مدير الهيئة العامة السورية للكتاب، وشكرا للجهود اللي عم تقوموا فيها. شكرا لكم. شكرا، أهلا وسهلا بحضرتك.